هنروح للخبر الاخير معانا قبل ما نطلع طبعا لقاءنا مع ابطال الريشه الطائره وهو ليه علاقه ببيج طبعا محبوب الجماهير المصريه ولاعب كمال الاجسام وبطل مستر اولمبيا مرتين واحد قصص النجاح والكفاح الكبيره لشاب مصري خرج من طبعا من مدينه ساحليه وكان يعمل في الصيد البطل المصري كان لاعب مستر اولمبيا وخد خامس لو تفتكروا لانه كان عنده بعض المشاكل في ظهره وبعد مستر اولمبيا هو قال لك خلاص هنزل ارنو كلاسيك للوزن المفتوح ومرضاش يقعد قال لك لا انا عايز انزل طبعا صوره يالله الله اكبر عامل فورمه جامده جدا انا عايز اقول لكم الفورمه دي اتعملت في اقل من شهر او شهر ونص طيب ليه كان عنده اصابه في ظهره راح اتعالج من اصابته في دبي وقدم في العرض الفردي انا قعدت سهرت اول امبارح ل 3 الفجر اتفرج على العرض ده العرض دي صوره من العرض العرض السري اللي بيتعمل قعدت اتفرجت وحضر الاسطوره الكبير أرنو شوارزنجر البطوله باسمه. أرنو كلاسيك. و و و وبعد كده امبارح كان النهائي وخد المركز الرابع. وعايز اقول لكم انه رامي حقن ظهره انا مش عايز اجيب تفاصيل بس عشان احتراما لخصوصيته يعني كان حقن ظهره قبل البطوله دي بقول لكم باقل من شهر. وعمل فورمه في اقل من شهر ودخل خد رابع. آه طبعا الانجليزي سامسون آه آه داووده لقب بطوله ارنولد كلاسيك للمره الاولى في مسيرته الاحترافيه بعالم كمال اجسامه طبعا الامريكي نيك ووكر في المركز الثاني بعدما كان حامل لقب نسخه 2021 بينما احتل النيجيري الاخر اندرو جاك المركز الثالث ويبقى بيج رامي طبعا المركز الرابع ويبقى بيج رامي احد اساطير هذه اللعبه الحقيقه واللي نتمنى له كل الخير بيج رامي عنده يعني بيتعرض لسوء حظ اصابه جات له قبل مستر اولمبيا وتحامل على نفسه لعب ما كانش في التوب فورم بتاعه ومع ذلك خد خامس الاصابه تكمل معاه ويروح يتحقن في ظهره في دبي ويروح يلعب ارنو كلاسيك وياخد رابع على على عتاوله عتاوله يعني ارنو كلاسيك دي هي بطوله مستر اولمبيا تانية الصور كنت شفتوها الجميل بقى في صوره هوريها لكم صوره صوره يعني قلب الدنيا في امريكا قلب الدنيا في امريكا طبعا انتوا عارفين الممثل وبطل كمال اجسام ارنولد شوارزنجر ده ممثل كبير جدا وبطل كمال اجسام وليه شعبيه جارفه وكان سيناتور على فكره في في مجلس الشيوخ الامريكي يعني هو اصلا اه الصوره دي سيبوها لي شويه يا جماعه ارنولد شوارزنجر هذا الممثل بالمناسبه واحتفل بعيد ميلاده ال75 امبارح هذا او اول امبارح الممثل ده ليه شعبيه طاغيه في ولايته وبقول لكم كان انتخب عضو في الـ في, الـ في الكونجرس الامريكي طيب قام آه 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 هو بيقعد في الفي اي بي في اول صف مش اول صف كمان ده بيقعد في السنتر بتاع ال الصف الاول صف لان البطوله باسمه ده اللي اسس لالعاب كمال اجسام في العالم كله بالشكل الجديد اللي انتم شايفينه قام آه من كرسيه على فكره آه قام وادى ظهره للمسرح وخد تليفونه وتصور سيلفي مع بيج رامي على المسرح. ما عملش كده مع اي لعيب تاني. في حاجات كده بتبين عظمه ال عظمه بيج رامي. النهارده وهو مش في التوب فورم وهو في السن ده بيقوم ارنولد شوارزنجر وبياخد تليفونه وبيديله ظهره وبيتصور سيلفي مع بيجرام الصوره دي قلب السوشيال ميديا في امريكا لان لما يبقى راجل كبير جدا بالشعبيه الجريفة دي في امريكا كلها ومحبوبه حتى الاولاد الصغيرين بيحبوه لانه عمل سلسله افلام جامده جدا لما النهارده كل السوشيال ميديا في امريكا بيتكلموا اللي ارلو تشارت زينجر بيتصور مع بيج رامي المصري بيج رامي فدي اكبر دعايه لبلدنا ولا انا غلطان؟ يعني قصدي اقول لكم ان الرياضه بتوصل لكل بيت انت النهارده لما يتقال المصري بيج رامي يعرفوا ان ان احنا عندنا كوادر عندنا لعيبه كبيره جدا محمد صلاح لما نجح في انجلترا بالشكل ده واصبح الهداف التاريخي في تاريخ ليفربول اه وكسبوا ققق ما 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 النهارده بيكسبوا مانشستر سيتي ب 7 0 ومحمد صلاح بيحطوا جونين النهارده محمد صلاح بيصنع التاريخ فلما النهارده محمد صلاح ستظل اجيال المان يونايتد انا اسف معلش يا جماعه المان يونايتد انا بتلخبط بين المان سيتي والمان يونايتد معلش حقكم عليك فلما يكسبوا المان يونايتد بفرقه محترمه زي دي 7 صفر النهارده محمد صلاح يحط جونين وهو الهداف التاريخي لليفربول انا اللي عايز اقوله ايه اللي عايز اقوله إنها هتيجي اجيال 30 40 50 60 سنه هتقول المصري الكينج المصري او الملك المصري محمد صلاح حتى لو حتى سبقه هيبقى في المركز الثاني يقولك الاول فلان والثاني فلان يعني احنا بنتكلم انا انا اتصور ولا 100 سنه جايه محمد صلاح هيبقى مصر بيذكر اسمها في اعظم الملتقيات والأح وال والارقام الانجليزيه في كره القدم بلاعب النهارده بيه جرامي لاعب عشان كده احنا ببرنامج الابطال دايما بنجيب النماذج المشرفه الـ احنا قناه النادي الاهلي والنادي الاهلي بالنسبه لنا هو حياتنا وعشقنا ولكن علم مصر هو ما النادي الاهلي هو اللي بيدي كوادر لمنتخب مصر مصر هي اللي بتحتضننا كلنا كل الانديه وكل وكله وكل في الاول والاخر احنا عايزين نروح لايه عايزين نروح لميداليه لمصر عايزين نروح نحط اسم مصر في الرياضه لما البلد بترتقي في الرياضه بتدي انطباع كبير جدا عن الدوله الرياضة الرياضة النهاردة هولندا اللي عددها قد كده في أول أربعة خمسة في الأولمبيات عددها ما يجيش كام إحنا قلنا كنا عملنا حلقة ما جيش حاجة وعشرين مليون نسمة وبتبقى ترتيبها الرابع والخامس في الأولمبيات فنهضة الرياضة أكيد هتقود على مصر بالنفع في حاجات كتيرة وإحنا دورنا هنا نحط الضوء على كل زي ما اتكلمنا عن القماش مروان القماش اللي اتأهل الأولمبيات ومحدش جاب أنا يعني معلش إزاي الميديا ما تتكلمش عن القماش إزاي لازم نتكلم عنه لازم ده النهارده هو فرغ نفسه بقى قال لك يا باشا انا عندي سنه ونص اعداد خلاص ما بقاش شاغل باله ولا تحت ضغطه انه يتاهل خلاص انا انا جوه اركز بقى في نفسي في مستواي خلاص انا عنق الزجاجة عديت ان اتأهلت تاهلت الاولمبياد نماذج مشرفه كتير وده دورنا النص التاني بقى من حلقتنا بعد الفاصل اللي هنطلعه دلوقتي هيكون معانا برضه نماذج مشرفه الريشه الطايره بالرغم ان الرياضه دي ما بتتلعبش في نادي الاهلي الرياضه دي ما بتمارسش في نادي الاهلي ولكن الناس اللي هنقعد معاهم دول سواء كابتن محمود عزب محمود عزة انا اسف المدير الفني ريشة الطائره واحمد صلاح كابتن المنتخب الناس دي نماذج مشرفه ومشرفين مصر بره لسه اه ما وصلناش ناخد ميداليات بس شغالين صح بذلوا مجهود بامكانيات متوفره ما بيقولوش دي امكانيات قليله ولا, إيه ولا كتيرة ولكن شغالين لازم يكونوا معانا ولازم نربط على ايديهم هنطلع لفصل عشان نضم لي كابتن محمود عزة المدير الفني لريشه الطائره منتخب مصر وكابتن الفريق كابتن احمد صلاح ولكن بعد الفاصل